مرحبا بكم. الآن وبفضل الإنترنت يستطيع الإنسان حل كل مشاكل النظافة والجمال بنفسه في البيت. أنا واثق أنكم سوف تندهشون عندما تشاهدون هذا الفيديو عن استخدامات معجون الأسنان. قبل أن نبدأ نكون سعداء للغاية إذا تركتم إعجابا بالفيديو واشتراكا بالقناة. والآن لنبدأ. سنعرض لكم طريقتين يمكن أن تستخدموا فيها معجون الأسنان على أنفكم. الأولى التخلص من الرؤوس السوداء، الثانية تصغير الأنف. نعم ما سمعتموه صحيحا، لقد اندهشت مثلكم تماما في البداية، ولكن معجون الأسنان يستخدم في تصغير الأنف. أولا سأشرح لكم كيف نتخلص من الرؤوس السوداء التي يعاني منها الشباب والفتيات دائما باستخدام معجون الأسنان. تتكون الرؤوس السوداء نتيجة تراكم الخلايا الميتة على الجلد وكثرة إفرازات زيوت البشرة مما يؤذي الجلد ويجعل مظهر البشرة سيئا. الآن يمكنكم أن تتخلصوا من الرؤوس السوداء بطريقة بسيطة في المنل. سأعرض لكم كيف تتخلصون من الرؤوس السوداء. لا يستخدم كل أنواع المعجون للتخلص من الرؤوس السوداء، يجب أن يكون جلا للتبييض ويستخدم للبشرة الحساسة، ويكون مفيدا أكثر لو بنكهة النعناع. وينصح أطباء الجلدية باستخدام المعجون عند تنظيف البشرة من الرؤوس السوداء، لذلك يمكن أن تستخدموه بدون قلق. ولكن إن كانت بشرتك حساسة لا أنصحكم أن تستخدموه دون تجربة جزء صغير على جلدكم. أولا نغسل وجهنا بالماء الفاتر، ثم نضع معجون الأسنان على المناطق التي بها رؤوسا سوداء، ثم نفرده على الأنف بأيدينا وننتظر حتى يجف، ثم نغسله بالماء الفاتر وستلاحظون الفرق. وأيضا يمكنكم أن تستخدموا فرشاة الأسنان، تضع كمية من المعجون على فرشاة نظيفة وتمررها بنعومة وبحركات دائرية على المناطق التي بها رؤوسا سوداء لمدة، ثم اغسل وجهك بماء فاتر. ولكن عند استخدام الفرشاة انتبه ألا تقترب من منطقة العين، ويمكنكم استخدام هذه الطريقة مرة في الأسبوع. وللحصول على نتيجة أسرع قم بخلط المعجون بالقليل من الملح. ثانيا سأشرح لكم كيفية تصغير الأنف باستخدام معجون الأسنان. عندما سمعت عن هذا الموضوع اندهشت كثيرا، لكن عرفت فيما بعد أنها معروفة جدا، فهي بالفعل تجعل الأنف أصغر. تحذير: جربوا جزءا صغيرا جدا على طرف الأنف أو على قوس الأنف. تستخدم هذه الطريقة لمدة 10 أيام، وهي غير مناسبة للأشخاص تحت سن 18 عام، لأنها قد تمنع اكتمال نمو عظام الأنف. كل ما نحتاج إليه ملعقة صغيرة من معجون الأسنان، وملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المطحون، وملعقة كبيرة من خل التفاح. نقوم بخلط المكونات معا ونضعها على طرف الأنف وعلى قوس الأنف، ثم نفرد الخليط باستخدام الفرشاة. انتظر نصف ساعة واغسله بماء بارد، ومن المهم أن يكون الماء باردا، ولأن الماء الفاتر أو الساخن لن يعطي نفس النتيجة. في البداية نظف الأنف بخل التفاح، ثم اغسله بماء بارد. لو شعرتم بحكة قوموا بغسل وجوهكم ولا تجربوه مرة ثانية. تصغير الأنف يتناسب مع الوذمة، لذلك لن يكون التصغير مناسبا للجميع. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.